بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الاعزاء، متابعين الكرام، متابعي قناة دبي ريسنج، على بركة الله تعلن الانطلاقة الخامسة في اول ايام مهرجان فخر الاجيال، والخاصة في هذا اليوم بسن الحقائق، وهذا الشوط الخاص بالابكار. نتواصل هنا في ميدان دستور بانطلاقة الخامسة والخاصة للابكار. 3 كيلومترات هي المسافة المقررة، على بركة الله اعلنت هذه الانطلاقة، ونسير مباشرة الى المقدمة الى الصدارة، واللي في المركز الاول وصدارة هذا الشوط هناك من تاتينا الدماني لحمد بن مطر بن عمير الشامسي، ياتي على المقدمة على الصدارة قادما للمشاركة هنا من خلال تواجد الدماني في المركز الاول، بينما المركز الثاني وصلت في هذه اللحظات ايضا من اجل المنافسة وتسجيل ولقب هذا الشوط ليصل شعار صعب المضمرين هنا على المركز الثاني. مقدما هناك منصورة محمد وسلطان بن مرخان الاكتبية تواصل مع المركز الثاني، النقلة مباشرة مع المركز الثالث من واقع شعار بن خيلة يصل في هذه اللحظات ليقدم لنا انطلاقة الاتحادية حمد بن نابت بن خيلة العامري، بينما المركز الثالث أو الرابع وصلت في هذه اللحظات على رابع المراكز بهذا الانطلاق الرائع. مقدمة هناك سرابة محمد بن الدحبة بن قناة العامري على المركز الرابع، بينما المركز الخامس الوصول في هذه اللحظات، الله الله الله، جبارة حمد بن ضعيب بن حمد بن غدير الاكتبي يتواصل مع المركز الخامس. المركز السادس الوصول هنا والدخول من خلال مثيرة علي بن راشد بن مسلم العمري يصل هنا مع المركز السادس والمركز السابع، من القادم على سابع المراكز والمنطلق هناك. وصلت الوثبة سلطان بن حمود بن سلطان اليحافي يقدم انطلاقة الوثبة في هذا الأداء الرائع والانطلاق المميز، ما شاء الله تبارك الله، الأسماء القوية القادمة هناك بانطلاق، وأيضا منافسة وصلت الوثبة سلطان بن حمود وسلطان اليحافي، وهناك دخول أيضا من خلال تواجد أيضا شعار بن خويتم يصل في هذه اللحظات ليقدم براقة عوض بن حمد بن خويتم العامري، يعود إلى الصدارة، أعود إلى مقدمة الشوط. بن عميرة ما زال هناك مع الدماني، الدماني على صدارة على المركز الأول، حمد بن مطر بن عمير الشامسي الله، ولكن صعب المضمرين، صعب المضمرين، ينطلق مع منصورة محمد بن سلطان بن مرخان يقدم منصورة، انطلقت براقة لتنضم إلى المثلث الذهبي، يا سلام، وصلت براقة، عوض بن حمد بن خويتم بن بخيت العامري يقدم انطلاقات براقة، هنا الدخول أيضا الواصل الاتحادية حمد بن نابت وخيلة العامري، بدأت الأسماء وصلت الأسماء، الله 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 الله، أول القادمين أول المنطلقين أحمد بن علي بونواس الكتبي يقدم براقة، براقة التي انطلقت في هذه اللحظات أو جبارة بالفعل، انطلقت من عمق الميدان، ولكن لنا العودة إلى الصدارة، لنا العودة إلى المقدمة، إلى المركز الأول الدماني، الدماني على صدارة على مقدمة هذا الشوط، غيرت براقة، غيرت براقة، عوض بن حمد بن بخيت بن خويتم العامري يتواجد هناك ليقدم براقة، والدماني هناك مطر بن حمد بن عمير الشامسي منصورة محمد وسلطان بن مرهان، الله الله الله، الاتحادية هناك يصل بخيلة ليقدم انطلاقة الاتحادية حمد بن نابت وخيلة العامري، يا سلام، الله، بدأت التحركات، بدأت الانطلاقات، ودخلنا في جولة الأوامر النهائية والحركة مطلوبة، ولكن الصدارة وين؟ الصدارة مع براقة، براقة على الصدارة، براقة على المركز الأول، تتواجد بهذا الشعار عوض بن حمد بن خويتم العامري يقدم براقة، وصلت الاتحادية، وصلت الاتحادية حمد بن نابت وخيلة العامري، يا سلام، الله 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 الله، ما شاء الله تبارك الله، من القادمة؟ من المنطلقة هنا في هذا الشوط؟ وصلت ليوة طحنون بن محمد بن أحمد المزروعي، المزروعي وصل مع ليوة، وهناك العنود أحمد بن عبد الله بن شطيط، يا سلام، ولكن عودة مع براقة، براقة على صدارة، ليوة 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 القادمة، طحنون بن محمد بن أحمد المزروعي غير الصدارة، سلام سلام يا المزروعي على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني وصلت هناك براقة عوض بن حمد الخويتم العامري، المركز الثالث وصلت هناك ايضا في ثالث مراكز لاحمد بن عبد الله بن شطيط الوهيبي، والمركز الرابع كانت هناك الاتحاديه في رابع المراكز حمد بن نابت وخيل العامري، والمركز الخامس كان ايضا الدخول في خامس المراكز. مشاهدينا الاعزاء، متابعينا الكرام،
ايضا منصور محمد وسلطان بن مرخان تهانينا والناموس، نعود الى التوقيت الزمني ما شاء الله تبارك الله. هذه هي لي وايضا محققه 4 دقائق 36 ثانية وثلاث اجزاء من الثانية، تهانينا والناموس على هذا الفوز. لي وطحنون بن محمد بن احمد بن فرح المزروعي تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. بينما المركز الثاني 4 دقائق 36 ثانية وست اجزاء من الثانية، تهانينا والناموس لمالك براق عوض بن حمد بن خويتم بن بخيت العامري من وصل في ثاني المراكز. والمركز الثالث كان هناك الدخول ايضا الجميل والرائع من خلال تواجد العنود 4 دقائق 37 ثانية، 5 اجزاء من الثانية كان دخول العنود للسيد احمد بن عبد الله بن شطيط الوهيبي، تهانينا والناموس للجميع.